انا شان نقول لك صاحبي القضيه محكوكه. الزنزاري الا جاب لها زنزاري شي شتا بدوات عندنا بغيت يحكم راه ما عندنا سكن عندنا بدوات ما يقولش واحد فني بسمار مي ولا داير شي حاجه بدوات واكلهم من السوسه من التحت جا الزنزال ميلهم اش نديرو؟ هذا هو الضرر اللي عندكم. هذا هو الضرر اللي عندنا، لا دعم لا شي حاجه كاينه عندنا. واش طايحين الديور عندكم في الدواوير؟ طايحين اللي ما طاحت راه طاحت، الشيء اللي ما طاحت راه باغا طيح. ما عادش شتا ولا شتا؟ إذا جاب ليه الله شي شتا باغي يهود المعمر عمر الشقوق ويطيحوا. ونظروا نظروا شوفوا، نكبوا على جوج سلطات ما فوق الحيط. ذاك السقف اللي دايرين راه تكربل، ديك التحريشه اللي دايرين راه مكربله بحال صالح فيها الدجاج. داير عليها شويه تاع التبن والقصب، جا داك الزنزال حرك القصب وزاد بيه، ديك جيه ولا بحال داير شي حوض، دابا تغير شي قامه. هادشي اللي كاين وتنطالبوا من جلالة الملك ينتظر فينا. انت وجهوا عندك اللجنه ولا مازال؟ لا مازال ما وصلوناش. واش ما وصلوكمش ولا ما جاو وفاتوكم؟ لا مازال ما جانا حتى واحد حنا. لأنه حنا جينا لتحت بداو من تيمور تكناو هادشي. انت باقي ما وصلوكش؟ لا مازال ما غادي نكذبوا نشوفوا شي حد جا ولا مشى ولا جا والو. هادشي اللي عطى الله. والبهايم ضايعين لكم؟ والبهايم شبون ياكلوا بدا البهايم؟ والبهايم راه مثلا ما ياكلوا، وبنادم مثلا ما ياكل، والراجل تيض المسكين خدام، ولا تيقعد تيجي لولاده واش يلقاهم ولا ما يلقاهم، ولا قاعد حداهم. راه الناس اللي باقي محركين واحد شويه هما اللي مشبرين في القبيله. هما المسكين راه مات، الله يرحمه. وعميكا والله ما داير انا تنبات برا حق الله العظيم ونبي الكريم لا داير هنا برا واحد البيت لا مايل قال لي كان سيدي ما عطيكش الرخصه تكون الى عزلتي ما باك ولا خوك ولا عزلتي بيت دارك ما عاد يعطيك الرخصه حتى وكان تكون 10 سنين 10 سنين فين غتكون؟ 10 سنين قبل بين لا فرق مع خوك ولا باك وانا البارح جيت تخاصم مع خويا بغيت نكون نبني ولا بغيت نحرش قال لك لا ما عطيكش قال لك لا وين هو الحقوق؟ الله والمدينه تيكون ودابا هاد الديور هادو اللي طايحين كيفاش غيطلعوا يعطيهم رخصه ديال البني ولا كيديروا؟ ومازال ما كاين والو ما كاين شي حل ما كاين لا رخصه ولا صح مضروب ما كاين لا حل ولا رخصه ولا سير بني ولا سير بال قال لك تنشوفوا الا بديتي يحليك الا بني الا بنيتي مشي تيحليك اش نديروا؟ لا عندنا ماشي مره ماشي الحل لا اله الا الله محمد رسول الله الى خصنا من الله حنا القبيله تاع تيمور خصها تهبش فوسي وتموت فهاد السواق اللي كاينين وردوا لهم تراكس ابادوا وبادوا وبادوا راه ما كاين اصلاح تيخلط التراب يرتبوا ويدير جوج بلانشات ويدق يدير فوق منه خشبه تشقد فتهول عليه فين انت عايش على ولادك فين هما هاد الولاد فين هما المدينه كانت من شوي المدينه تيبغي الدريه بوا تيمشي يكري ولا يرهن حنا الباديه الى بغى يعزل بوا يدير بركه ولا يمشي شي سدره ما يبنيش ما عاديش يبني يخليوه يمشي للجنان يقعد لا اله الا الله لا اله الا الله على بلادنا بلادنا حنا ما عرفناش غنديروا باقي استعمار باقي ما عرف الله ما عرف واش ما كاينش اللي يهضر عليكم ما كاينش كاين الله الله سبحان الله ما كاينش شي واحد مرشح هنا تيقول لي انتخابات تيجي تيدير لك الدار اليوم والله ما تشوفوا تنقول لي يلاه معنا تيقول لك ودوا له الحبس وديك النهار في الحبس قول لي المرا وقول لي انت نهار وديك النهار في ميتين دعوا راسك عريان في الحبس هذيك سالك ما كاين حد وعيق والد وفي اللي قايد المرشح على المرا وقايدين والله ما يجي معك والله المرشح لو عليك قلنا ديك النهار راه بيمتلك وبيهضر عليك ما كاينش ما دواش عليك وين هو المرشح؟ وين هو الحزب السياسي اللي وطرينا؟ ديك النهار تكذبوا علينا قال لك اسيدي بغي نديروا لكم بغي نفعلوا لكم كاين الدعم كاين كذا كاين كذا والو وعدونا قال لك بغينا نبنوا لكم بغيت تكون عندكم الرخصه شهاده التصرف وتقول المعلم وعد خاوي يلاه طلع السلم وعود خاوية وحنا عيش سالي تدوز 50 اخرى خمسه بخمسه 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 ما درتي والو الله اكبر الله يرحمك الله اكبر